بالك. مش عارف دوخة كده. دوخة ايه؟ مش وقته. امسك نفسك امال. متخافش يا كويس. الضيف بتاعنا اكل كويس؟ اكيد. ازيك يا جلال؟ مبسوط؟ 5 stars. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، مين اللي عمل فيه كده يا جماعه؟ ينفع كده يا حسن؟ ينفع كده؟ انا مش قايل لك ان ده الضيف بتاعنا؟ سوري يا جلجل. معلش بس زي ما تقول كده، حسن ايده تقيله شويه وبيخاف عليا من الهواء الطاير. اقول لك، مره قلت له ان في واحد مزعلني، فلان الفلاني زعلني، مش هقول لك عمل فيه ايه. هو قتله طبعا، بس الفكره هو قتله ازاي؟ عارف إبرة الطرحة؟ إبرة الطرحة بتاعت النسوان دي. بالظبط كده. مالك يا جلال؟ تتكلمش ليه؟ حسن أنت عملت حاجة في لسانه؟ طيب، الراجل ما عملش حاجة. ما تنطق. أمرني يا عادل بيه. عايزني أقول إيه بالظبط؟ برافو عليك. كده نبتدي نتكلم. عرفت تعمل ايه يا جلجل جميل؟ بس انا لو عملت كده وهيب بيه هيقتلني. لو ما عملتش كده انا كمان هقتلك يا جلجل. شوف، انت دلوقتي بين ايدي، يعني ممكن اقتلك في اي وقت، لكن لو عملت اللي انا عاوزه هسيبك تمشي. ساعتها بقى عايز تهرب من رهيب براحتك. بس حتى تهرب منه ليه اساسا؟ انت عارف ايه اللي هيحصل له بعد كده، صح؟ اتفقنا؟ السكوت على امتى. يلا خد نورك، شيلوا البابيون وننزل دي كده شويه عشان ما تبانش. يلا. ايوه يلا، معاك المايك، اكشن. انا جلال فاضل. لا، نعلي صوتنا، نعلي صوتنا جلك. يلا تاني، اكشن. انا جلال فاضل، شغال مع وهيب بيه العزازي. وهيب بيه كان خلاني أبلغ عن القنبلة اللي حطيناها في المدرسة قبل ما تنفجر بساعتين.
ولما سألته ليه قال إنه جاب آخره من عدنان واللي معاه وإنه خلاص ناوي يدخل مرحلة جديدة. انكات هي هي اللي قال كده. أداء مقنع قوي قوي. خلي بالكم منه كويس. عادل بيه أنت مش قلت لي هتمشيني؟ حصل. وعادل الويلي لما يقول لك إنه هيمشيك يبقى هيمشيك. بس أنا ما انصحكش. ما انصحكش تروح لوهيب. أنت عارف ممكن يعمل فيك إيه؟ ركز معايا يا عبد الرحمن في اللي هقولهولك ده. كل سلاح من دول بيختلف عن التاني. ده مثلا خزنته بتاخد 50 طلقة، في خزنة تانية بتاخد 40، وأقصى مدى عشان تصيب الهدف بدقة ونجاح 200 متر. مالك؟ مالك يا عبد الرحمن؟ ضايق شوية. طب تعال تعال. على مين؟ على مين؟ سلامتك. الله يسلمك. إيه اللي حصل؟ دخت وحسيت إن الدنيا بتلف بيا. حسين قال لي ان دي مش اول مره تحصل لك. اجيب لك دكتور؟ لا لا انا بقى كويس ان شاء الله. يعني هتقدر تكمل ولا لا؟ طبعا هقدر اكمل. انت ليه بتسال السؤال ده؟ عايز اتاكد اذا كنت لسه عايز تجيب حق مراتك وابنك ولا لا. طبعا عايز اجيب حقهم وهجيبه. طار يا مهدي يخرب بيت افكارك. ايه عملت ايه اللي اتفقنا عليه يا متر؟ سجل الكلام اللي قلت لك عليه. سجله بحذافيره. والتصوير هو هيكون باين انه تحت ضغط. عيب عليك، التصوير ده لعبتي ولا انت نسيت؟ امال مرضني معاك غير ان انا مش ناسي. بس الشهاده لله انت في الفيديوهات فوتوجينيك عنه بكتير. ده غير ان الاداء بقى كان ادائك عالي قوي يا شاي. ده انت فرتكت المرحومه. اذكروا محسن موتاك ومعادل بيه. المرحومه عاليه كانت تخصك برضه ولا ما تخصني؟ كانت تخصني لكن ما كانتش خاصه بيا. الله يرحمها كانت حبوبه قوي وكانت بتفيدني اكتر وهي بتخص غيري. الله يرحمها كانت موهوبه في التصوير برضه. منها لله بقى حطتني تحت درسك. على العموم يا طروق درسي برضه افضل من ناب وهيب، مش كده ولا ايه؟ قول لي الفيديو بقى ده نعمل فيه ايه؟ الفيديو ده هو اللي هتقدر تزيح بيه وهيب وترجع البريمة عند عدنان من تاني. صح كده. عشان كده انا ناوي ملعبش بيه دلوقتي. هستنى شوية عشان لما العب بيه يبقى في الجول. وما تقلقش الفيديو بتاعك بقى هيوصلك قريب. عملت ايه في موضوع جلال؟ خلاص هانت. الرجاله شغالين وهيجيبوا لي قراره قريب. لما نشوف عبد الرحمن عامل ايه؟ زي الفل.